السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الوصفة دي هنتكلم فيها عن ازاي اعمل رجيم او التخسيس. التخسيس باستخدام خل التفاح، كلنا عارفين خل التفاح فوائده جبارة. خل التفاح اصلا بيحتوي على العديد من العناصر الغذائية والصحية. بيحتوي على الكالسيوم، الكالسيوم ده بيقوي العظام وحمايتها من الضعف والهشاشة. كمان بيحتوي على البوتاسيوم، والبوتاسيوم ده بيخلص الجسم من المية الزايدة، وبينظم ضغط الدم، وبيوازن بين الحموضة والقلوية الموجودة في الجسم، وبيحمي البشرة من التلف، وبيكوي الاظافر والشعر، وبيساعد على تخليص الجسم من الدهون. يعني الوصفة بتاع النهاردة بالاضافة ان هي للتخسيس مفيدة جدا جدا للجسم. الوصفة هنعمل فيها ايه؟ هاخد معلقتين من خل التفاح، معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة، في كوباية مية زي دي، تمام؟ اهو منها كده معلقة كبيرة. معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة، تمام؟ اهو طبعا اللون مش باين قوي بس هو مقصر اهو، عشان بس يبان لكم اللون شويه. المهم ان انا كده هاخد معلقه صغيره، معلقتين صغيرين او معلقه كبيره من خل التفاح، احطها في كوبايه ميه. هشربها امتى دي؟ بعد كل وجبه اكل او الوجبه بتاعتي، وبعدين بعد كل وجبه اشرب الكوبايه الميه بمعلقه خل التفاح لمده شهر. ده هينقص وزني لمدة 5 كيلو جرام، وزني 5 كيلو جرام طبعا، وأقلل من كمية الأكل اللي أنا باكلها. خل التفاح هيحرق الدهون ومش هيخليها تتراكم في الجسم، وهينقص الوزن، تمام؟ الوصفة دي يا جماعة مفيدة ومجربة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم.